السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نتكلم عن أفضل رأس حربة متكامل في العالم، البرازيلي رونالدو الظاهرة، وراح نتكلم عن أرقامه وإنجازاته داخل المستطيل الأخضر وقصة إصابته وحلاقته الشهيرة في كأس العالم 2002. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسى تشرفنا باشتراكك في القناة. في يوم 12 سبتمبر من عام 1976 في ريو دي جانيرو في البرازيل، ولد واحد من أساطير كرة القدم البرازيلية، رونالدو الظاهرة، والذي استطاع تحطيم أرقام قياسية في كرة القدم، ولم تستعصي عليه سوى بطولة واحدة فقط وهي دوري أبطال أوروبا، حتى أن رونالدو الظاهرة في دوري أبطال أوروبا لم يستطع تسجيل سوى 15 هدف فقط. أما من أبرز أرقامه وإنجازاته وهي تحقيق الكرة الذهبية، والذي كان بعمر 21 عام فقط وهو أصغر لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة الكرة الذهبية. الرقم القياسي الثاني هو تسجيل 88 هدف بعد مراوغة الحارس فقط. رونالدو الظاهرة كالعديد من اللاعبين البرازيليين الذي بدأ ممارسة كرة قدم في شوارع البرازيل، وبعدها انتقل إلى أكاديمية في البرازيل تسمى أكاديمية ساو كريستوفاو، وكان في أحد الدورات مع الأكاديمية، وكان هناك يوجد العديد من الكشافين وأبرزهم أسطورة البرازيل جارجينيو، والذي استطاع اكتشاف موهبة رونالدو الظاهرة وقام بجلبه إلى نادي كوريزيرو وهو بعمر 16 عام فقط. وفي أول موسم مع نادي كوريزيرو لعب 21 مباراة فقط واستطاع تسجيل 20 هدف بمعدل هدف في كل مباراة، وفي الموسم الثاني كذلك لعب معهم 26 مباراة واستطاع تسجيل 24 هدف ومعدل هدف في كل مباراة للموسم الثاني على التوالي تقريبا. لعب معهم موسمين 46 مباراة و44 هدف، واستطاع تحقيق معهم كأس البرازيل. وبعد هذا الأداء الرائع مع النادي كوريزيرو، قام المدرب كارلوس ألبرتو مدرب المنتخب البرازيلي باستدعاء رونالدو الظاهرة وهو بعمر 17 عام فقط للمشاركة في كأس العالم 94، واستطاع المنتخب البرازيلي كذلك التتويج بالبطولة، ولكن رونالدو الظاهرة لم يشارك كثيرا وكان في أكثر المباريات احتياطيا. وبعد كأس العالم عرض من هولندا وتحديدا من نادي آيندهوفن، انتقل رونالدو الظاهرة إلى نادي آيندهوفن بمبلغ 5.5 مليون يورو. وفي أول موسم مع نادي آيندهوفن لعب 36 مباراة واستطاع تسجيل 35 هدف. لعب مع نادي آيندهوفن موسمين، لعب معهم 57 مباراة واستطاع تسجيل 54 هدف بمعدل هدف في كل مباراة تقريبا للموسم الرابع على التوالي. حقق مع نادي آيندهوفن كأس هولندا والسوبر الهولندي. وبعدها يأتي عرض من نادي برشلونة الذي قام بالتعاقد مع رونالدو الظاهرة ب 20 مليون يورو كأغلى لاعب في التاريخ في ذلك الموسم، وبعقد يمتد إلى 8 مواسم. وفي موسم 96-97 مع نادي برشلونة انفجرت موهبة رونالدو الظاهرة بشكل كبير. في أول موسم فقط مع نادي برشلونة لعب 49 مباراة واستطاع تسجيل 47 هدف، رقم صعب للاعب في أول مواسم مع نادي جديد وتحديدا نادي بحجم نادي برشلونة. ولكن هنا يأتي خلاف بين نادي برشلونة ورونالدو الظاهرة الذي طلب بزيادة في الراتب، ولكن إدارة برشلونة رفضت ليستغل نادي انتر ميلان هذا الشيء ويقوم بالتعاقد مع رونالدو الظاهرة ب 30 مليون يورو كأغلى لاعب للموسم الثاني على التوالي. بعد انتقال إلى نادي برشلونة وبداية الموسم استلم رونالدو الظاهرة الكرة الذهبية وهو بعمر 21 عام فقط بسبب الأداء الذي قدمه مع نادي برشلونة وليس انتر ميلان. ولكن في أول موسم مع نادي انتر ميلان استطاع تسجيل رونالدو الظاهرة 25 هدف في الدوري الإيطالي، واستطاع تحقيق معهم لقب كأس الاتحاد الأوروبي. وفي نهاية الموسم في 98 يأتي كأس العالم في فرنسا، والجميع كان يرشح المنتخب البرازيلي للفوز بكأس العالم بسبب النجوم الكبير الذي كان يمتلكها، وكان كذلك يمتلك أفضل لاعب في أوروبا رونالدو الظاهرة. رونالدو الظاهرة لم يخيب أمال البرازيليين وقدم أداء عالمي في كأس العالم 98، ووصل مع المنتخب البرازيلي إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، ولكن الخصم كان المنتخب الفرنسي. استطاع المنتخب الفرنسي الفوز على منتخب البرازيل 3 أهداف مقابل لا شيء في واحدة من أسوأ مباريات رونالدو الظاهرة مع المنتخب البرازيلي. يبدأ موسم 99 في الدوري الإيطالي، ولكن هذا الموسم كان هو أسوأ موسم في تاريخ رونالدو الظاهرة، وتحديدا في يوم 21 نوفمبر من سنة 99 رونالدو الظاهرة يتعرض لإصابة في الركبة ويغيب عنها لمدة 6 أشهر، ليعود بعد هذه الإصابة وتحديدا في مباراة لاتسيو وإنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا.
ولكن بعد نزوله فقط بسبع دقائق تعرض رونالدو الظاهرة لأشهر إصابة في تاريخ كرة القدم في الركبة، والذي غاب عنها لموسم كامل أو لسنة كاملة. طبعا الدكاترة كانت تقول بأن رونالدو مستحيل أن يعود ويمارس كرة القدم مرة أخرى. وفي موسم 2001-2002 بعد الإصابة رونالدو الظاهرة يعود ويلعب مع نادي إنتر ميلان 16 مباراة، استطاع تسجيل فيهم 8 أهداف. وقبل بداية كأس العالم 2002 كان مؤكد بأن رونالدو الظاهرة خارج تشكيلة المنتخب البرازيلي المشاركة في كأس العالم بسبب التراجع الكبير في أداء رونالدو الظاهرة. حتى الجماهير البرازيلية لا تريد رونالدو الظاهرة يشارك مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم، ولكن رونالدو الظاهرة يطلب من المدرب سكولاري استدعائه لقائمة المنتخب البرازيلي المشاركة في كأس العالم 2002. رونالدو الظاهرة وبحيلة ذكية قام بقصة شعر غريبة قبل بداية كأس العالم، وكان هذا من أجل أن تركز الجماهير البرازيلية في قصة شعر رونالدو وتنسى سبب استدعائه لقائمة المنتخب البرازيلي في كأس العالم. رونالدو في كأس العالم 2002 يقدم واحد من أفضل الأداءات الفردية في تاريخ كأس العالم، حيث استطاع تسجيل 5 أهداف في دور المجموعات، وسجل هدف في نصف النهائي أمام المنتخب التركي، وهدفين في النهائي أمام منتخب ألمانيا يقود بهم المنتخب البرازيلي للتتويج بكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، وهي آخر لقب كأس العالم يحقق المنتخب البرازيلي. كذلك رونالدو الظاهرة يستلم الحذاء الذهبي كهداف كأس العالم 8 أهداف. وبعد كأس العالم 2002 رونالدو الظاهرة يقرر الذهاب إلى ريال مدريد بصفقة وصلت إلى 45 مليون يورو. طبعا رونالدو الظاهرة لعب مع نادي إنتر ميلان 99 مباراة واستطاع تسجيل 59 هدف وحقق معهم لقب واحد فقط وهو كأس الاتحاد الأوروبي. موسم 2003 رونالدو الظاهرة يستلم جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في موسم 2002 وللمرة الثانية في تاريخه، واستلم جائزة أفضل لاعب في أوروبا كذلك والمعروفة حاليا بجائزة دابيست. رونالدو الظاهرة مع نادي ريال مدريد كانت من أفضل المشاركات من حيث الأندية، حيث لعب معهم 177 مباراة سجل فيها 107 أهداف، لعب معهم 4 مواسم. وفي موسم 2006-2007 فابيو كابيلو يتعين مدربا جديد لنادي ريال مدريد، ولكنه طلب من ريال مدريد التعاقد مع المهاجم الهولندي فان نيستلروي من نادي مانشستر يونايتد. كذلك المدرب فابيو كابيلو لم يعتمد على رونالدو الظاهرة في موسم 2006-2007. وفي منتصف الموسم رونالدو الظاهرة يغادر من ريال مدريد إلى نادي ميلان الإيطالي بصفقة وصلت إلى 7 مليون ونصف يورو. وبعد أن شارك مع نادي ميلان بشهرين فقط أصيب بقطع الرباط الصليبي للمرة الثالثة في تاريخه، ليغيب عنها لمدة 6 أشهر ليعود يلعب مع نادي ميلان 23 مباراة وسجل فيها 9 أهداف فقط. طبعا في موسم 2007 توج نادي ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا، ولكن رونالدو الظاهرة لم يكن في قائمة ميلان حيث كان مسجل بقائمة نادي ريال مدريد المشاركة بدوري أبطال أوروبا، حيث ضاعت عليه واحدة من أفضل اللحظات لأن رونالدو الظاهرة لم يستطع التتويج بدوري أبطال أوروبا خلال مسيرته كامل. انتهى عقد رونالدو الظاهرة مع نادي ميلان ليعود إلى البرازيل مع نادي كورينثيانز، لعب معهم موسمين فقط وحقق معهم لقب الدوري البرازيلي وكأس البرازيل، حيث لعب معهم 40 مباراة استطاع تسجيل 20 هدف. وبعدها رونالدو الظاهرة يعتزل كرة القدم عندما اكتشف أن عنده إصابة في الغدة الدرقية، والذي كانت من أسباب زيادة الوزن لرونالدو الظاهرة. طبعا كان سيحقق أرقام قياسية لولا الإصابة التي دمرت مسيرته، حيث غاب لأكثر من 3 مواسم في جميع الإصابات التي تعرض لها. وحاليا رونالدو الظاهرة هو رئيس لنادي بلد الوليد الأسباني. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وإلى اللقاء.